الزمن السنة الماضية نقاشات على المستوى ديال هذا الموضوع ودفع كثير مثلا كاين دواء كاين عدد كلاس اللي كانت مجموعة من المناطق ذات النقاش اللي هو نقاش وطني ونقاش دولي وبالتالي يعني شكر جزيل لإدارة الرصاد على اختيار هذا الموضوع ونتمنى أن يأخذ هذا الموضوع بعدا وطنية يكون نقاش وطني يخرج بتوصية هامة في الاتجاه من أجل تعديل القانون الجنائي وتعديل القانون الوطني لتستجيب الرعاية الدولية. أنا عندي هنا واحد الورقة البروتوكول الاختياري هذا البروتوكول الاختياري فيه تنشئ وتعين وتستبقي كل دولة طرف هيئة زائرة واحدة وعلى الأكثر على المستوى المحلي لمنع التهديد يعني استدار لجان محلية لمراقبة هذه القضية. والاتفاقية التي تعلق بحقوق الطفل المادة 39 لا يتعرض أي طفل للتعذيب لأن التعذيب في عدم تخرج ضمن التعذيب لا يتعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من دور المعادلة أو العقوبة القاسية أو لا إنسانية أو المهينة ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم. شكرا لكم الشركاء شكرا للأستاذ الوقع على العرض الطيب يعني في إدارة يعني أعتقد أنا يعني سؤال عن الحقوق وسؤال يعني في سياق المغرب يعني واش تمام الجريمة في السياق المغربي يعني خاصة مع الجرائم يعني الخطيرة التي أصبحت تؤدي يعني السلامة ديال المجتمع يعني ككل يعني أليس يعني حافزا أو عاملا يعني يمكن مراجعة يعني أليس من حق الشعوب أو الدول يعني مراجعة هذه الاتفاقية الدولية التي تحاول يعني عولمة حقوق الإنسان بطريقة يعني تتجاوز يعني السياقات يعني على المستوى مثلا المغربي كاين جرائم اللي هي يعني خطيرة جدا مثلا ما وقع في تردد مؤخرا يعني حتى ديك الحجة ديال واحد ضد واحد يعني تلقى واحد ضد مجموعة من الأطفال الأبرياء وبالتالي هذه الحجج يعني يجب صياغتها يعني صياغة قوانين واش كاين هذا الإمكان يعني صياغة قوانين التسجيل يعني ذاك الضغط يعني ديال الجريمة خاصة ضد الأطفال وضد الرسل في النموذج المغربي. المستوى القانوني المغرب ماشي في هذا التوجه ديال الغاء عقوبه الاعدام من خلال اننا كنشوفوا الان يعني واحد العدد ديال يعني تم ازاله واحد العدد ديال عقوبه الاعدام في القانون الجنائي المغربي يعني واحد العدد الجرائم ما بقاتش يعاقب عليها بالاعدام يعني نقص العدد ديال الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام في القانون الجنائي المغربي وهذا يعني يمكن ان نستخلص منه بانه المغرب ربما هو ماشي في نحو الغاء عقوبه الاعدام. الان المغرب في المنزله بين المنزلتين يعني الان هو اوقف عمليا تنفيذ عقوبه الاعدام ولكن في نفس يعني بالمقابل هو لم يلغي عقوبه الاعدام في قانونه المحلي وحتى في يعني قرار الامم المتحده وفي المؤتمر الذي يعقد سنويا بخصوص يعني الغاء عقوبه الاعدام يعني في الامم في مقر الامم المتحده المغرب لم يمتنع نهائيا يعني بخصوص الغاء عقوبه الاعدام كاين قرار كل سنه قرار اممي والمغرب تقريبا لم يمتنع على هذا القرار وهذا مؤشر ايجابي بانه ربما في المستقبل قد نصل الى الغاء عقوبه الاعدام في القوانين المحليه. المعايير التي تحدث عنها السي ابو بكر في المداخله ديالو هي معايير اساسيه يعني الفاعلين في المجتمع المدني لكي يترافعوا عن عقوبه الاستا والبروتوكول الاختياري الملحق بهذا العهد القديم اتفاقيه حقوق الطفل الميثاق الافريقي في دستور 2011 على اعتبار الحق في الحياه هو اول حق من حقوق الانسان وان القانون يحمي هذا الحق. هذه كلها معايير اساسيه الحق في الحياه وكما جاء في المداخله ديال السي ابو بكر يعني في جميع تقريبا في جميع المعايير الدوليه المتعلقه بحقوق الانسان حمايه الحق في الحياه لا يجب ان يخضع لاي استثناءات. وهنا اننا كنضربوا في الحق في الحياه اللي هو مكرس بالشرائع السماويه ولا القوانين الوضعيه اللي
لان اهم شيء اللي كتشاركوا البشريه والانسانيه هو هذا الحق ديال الحق في الحياه. نجيو نقولوا كذلك ان لا يمكن الحكم بالاعدام الا بعد استكمال مسطره التقاضي، يعني انه القاضي انه لا يصدر حكما يعني بالاعدام الا بعد يعني بعد استكمال هذه المسطره. ثم كذلك ان الموقف من عقوبه الاعدام يحددها الموضع ولا الموقع ديال الشخص المتحدث. فمثلا ملي كتكون حقوقي قد يختلف موقفك عن الجاني ولا الا لو كنت ضحيه، بمعنى ان هنا حصلنا على نتيجه 19-2، بمعنى كان في الاول تقريبا 7-11 ولا بحال هكا، ومن بعد العرض ديال الاستاذ وتقديم الحجاج الداعمه والرافده لعقوبه الاعدام توصلنا من طرف الجسم الاعلامي لان كانت ورشه الاعلاميين والحقوقيين على اساس كانت واحد المناظره شكون يبعث الاعدام وشكون يبعث الاعدام، كل واحد كيعطي المبررات الذاتيه والموضوعيه في الدوافع التي يدفع بها القائلون بمنع عقوبه الاعدام. وان كنت ارى ان اغلبها يعني هي محل نقاش وليست امور يعني اللي قطعيه وكذا. التعليقات على بالنسبه فعلا تطبيق عقوبه الاعدام دابا لو رجعنا للدول التي تطبق فيها مثلا بحال الولايات الامريكيه المتحده وكذا، نلاحظ انها فعلا عقوبات تمييزيه، واغلب سميتو القاضي ضد السود وضد حالات يعني كاين جرائم نظر فيها من بعد مثلا بسبب الشيء ديال التطور ديال الحمض النووي وكذا، واكتشفوا ان الذين تم اعدامهم ابرياء وكانوا في الغالب من السود. فلو انهم كانوا مثلا مساله السجن وكذا قد تعوضه ولا شي حاجه، ولكن الذي اعدمته كيف ست يعني ما عندك صافي ما دير. فهذه من اهم الامور اللي تدخل فيها مرحله من الصعب خوضوها، لان مرحله صعبه لان عقوبه الاعدام فيها نقاش اكثر من كافي، لان يعني نقاش ديني فيها ابعاد سياسيه فيها ابعاد نفسيه كذلك، وبالتالي هذه كتطلب بعض التضرج في نقاش الاعدام ان تكون قرار اتخاذ القرار الى عقوبه الاعدام قرار مقنع، قرار ينسجم مع انسانيه الانسان. اذا اولا الملاحظه الاولى ان ما زالت جميع دول شمال افريقيا تقاوم التوجه العالمي للرمي الى الغاء عقوبه الاعدام. جميع دول شمال افريقيا الجزائر تونس موريتانيا وليبيا كلها تقع عقوبه الاعدام. من الناحيه العمليه هذه الدول عندها وقفت فعليا دارت التوقيف الفعلي لهذا التنفيذ. مثلا المغرب اخر مره اخر واحد تاع المغرب هو ثابت 1993. هناك المحاكم المغربيه كتصدر احكام بالاعدام ولكن نفيذ 1993 لم ينفذ اي حكم. كذلك يعني وجبه غداء الان كاين واحد المائده مستديره مع ثلاث مخرجين شباب، ايضا نصف ساعه دردشه مع مجموعه من المخرجين الشباب هنا في بولميم. بعد ذلك غادي يسعوا الشهادات ديال المشاركه وكاين استراحه الشاي من بعد، ثم مباشره اللي بغى يمسح بما كاين واحد العرض فيلم دو غرين مايل اهم المقاطع ديال هذا الفيلم في حديقه توغاليون في بولمين. شنو وقت؟ تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تنسوا الاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد.